يقول أرضعتني مرضعة ولم تذكر ذلك إلا بعد سنوات ولا تتذكر عدد الرضعات، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ وما مقدار الرضعة التي يكون بها الولد ابنا للمرضعة؟ أهي بالمص من الثدي؟ وهل يجزي لو شرب من الكأس؟ إذا أخبرتك امرأة ثقة بالرضاع إنه يثبت بذلك الرضاع، ويشترط في الرضاع المحرم أن يكون 5 رضعات، والرضعة معناها المصة، بأن يمص اللبن ثم يتركه ثم يعود ويمصه ثانية إلى أن يكمل 5 مرات، سواء في مجلس واحد أو في مجالس. إذا تمت 5 رضعات فقد حصل التحريم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والرضعة هي المصة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، وقال: ولا الإملاجة والإملاجتان. فلا بد من 5 مصات، كل مرة يكون فيها لبن، يكون فيها لبن. فإذا ترك الثدي بعد مصه ثم عاد إليه هذه رضعة ثانية إلى أن يكمل 5 مرات. نعم، يكفي عن مص اللبن من الثدي أن يشربه من كاس أو من رضاعة، المعنى واحد. نعم.